بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم ومرحبا أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم عيادة الصحة. الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا فيها عن الحساسية، واتكلمنا فيها عن السدة الرئوية. النهاردة هنتكلم عن موضوع خاص بالجو اللي احنا فيه، اللي هو البرد وعلاقته بالنزلات الشعبية. الواحد منا يروح للدكتور عشان بيكح، الدكتور بيقول له، تقول له تشخيص ايه يا دكتور؟ تشخيص ايه؟ يقول لك نزلة شعبية حادة. طب نتيجة ايه؟ نتيجة التعرض للبرد. هو الحقيقة البرد ده مهيج او محرض مناخي صعب جدا، بيأثر في الصدر، سواء كان جهاز تنفسي علوي اللي هي الجيوب الأنفية ولغاية الحنجرة، أو جهاز تنفسي سفلي اللي هي الشعب القصبة الهوائية والشعب والشعيبات. هذا المحرض المناخي السخيف اللي هو البرد، وعلى فكرة البرد عندنا معقول شوية، لكن في برد في مناطق تانية، أوروبا وأمريكا وكندا، لا تتخيلوا. يعني تخيل لما تطلع الصبح، تطلع من الجراج، ترفع الباب، تجد الجراج مقفول بالتلج، تضطر تجيب جاروف وتشيل التلج. طبعا الموضوع ده مرهق جدا ومكلف جدا، لكن الحمد لله ربنا حالم بينا، فالبرد عندنا الى حد ما معقول، لكن عند بعض الاشخاص بيبقى بالنسبه لهم مهيج او محرض مناخي صعب جدا لحدوث الحساسيه. النزلة الشعبية، النزلات الشعبية نوعين، في نزلات شعبية حادة، ودي طبعا يبقى معها ارتفاع في درجة الحرارة، صداع، إرهاق، ممكن أو يكون في غثيان، ميل للقيء، كحة شديدة، شرقة مستمرة. قد تكون الكحة دي منتجة، يعني زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت عن السعال، قلنا السعال في أنواع كتيرة، منها السعال الجاف أو الكحة الناشفة، وفي السعال المنتج أو الكحة المنتجة اللي هو فيها بلغم. فدي النزلة الشعبية الحادة. لما النزلة الشعبية الحادة المريض يهملها أو يروح للصيدلي عمال على بطال، والصيدلي بجلالة قدره يديله مضاد حيوي أي كلام، ودواء كحة أي كلام، وهو مش عارف الموضوع في ايه، بتكون نتيجة ان ممكن يخف شوية صغيرة، لكن يرجع نكسة تانية، ترجع له نكسة تانية، وهكذا يخف شوية وترجع نكسة تانية، يخف شوية وترجع نكسة تانية، فيخش في النزلة الشعبية المزمنة، وده موضوع خطير جدا. النزلة الشعبية الحادة لو الواحد اصيب بها، ارتفاع في درجة الحرارة قد تصل الى 40-41، يكح كحة شديدة جدا، غثيان وهذيان ممكن توصل للخطرفة، ما يقدرش يتحرك، جسمه مكسر، كل ده سهل جدا علاجه لو انت رحت عند الطبيب المختص واداك المضاد الحيوي المظبوط، واداك الكحة اللي تطلع بلغم، اداك قصدي دواء الكحة اللي بيطلع بلغم، ولو اضطر ان هو يعمل مزرعة وحساسية للبصاق بتاعك عشان يوصل لنوع الميكروب ويقدر يدي المضاد الحيوي المناسب، كحة النزلة الشعبية الحادة دي هتنتهي. ليه؟ اتعالجت مظبوط. لكن كتير جدا يجي لي عياده، تشخيص ايه يا دكتور؟ اقول له النزلة شعبية حادة، اضيف لها كلمة تانية تفتكروا هي ايه؟ مهملة. مهملة من قبل مين؟ قد تكون مهملة من قبل المريض، قد تكون مهملة من قبل الصيدلي اللي ما راهاش ضميره، المفروض يقول له روح لاختصاصي، انا مش بتاع كتابة ادوية، يا اما مهملة من قبل الطبيب المعالج، خد الموضوع باستهتار، افتكرها انفلونزا
وما ادهوش اي حاجه وطلعت مش انفلونزا، طلعت ممكن ابتدي بفيروس انفلونزا، لكن بعد كده ممكن يبقى سوبر امبوزد عليها او يجي مضاعفه ليها بكتيريا. البكتيريا دي انواع، فيها بكتيريا مميته، فلازم ناخد بالنا ان النزله الشعبيه الحاده اذا عالجناها مظبوط انتهت، لكن اعالجها نص نص، ادي مضاد حيوي نص نص، اخد الكورس بتاع المضاد الحيوي يوم او اتنين ومجرد ما تزول الاعراض ابطل، لا هديها نكسه واتنين وتلاته، وبالطريقه دي هتخش في النزله الشعبيه المزمنه. السؤال هنا، يا ترى مريض النزله الشعبيه الحاده الغير مدخن يتساوى مع مريض النزله الشعبيه الحاده المدخن؟ حد منكم اعزائي المشاهدين يكون عنده السؤال ده، هل يا ترى المدخن اللي عنده نزله شعبيه حاده يتساوى مع الغير مدخن الذي عنده نفس النزله؟ لا. ليه بقى؟ احنا قلنا غالبا النزله الشعبيه الحاده دي بتبقى نتيجه برد، ممكن فيروس انفلونزا، ممكن عوامل كتير بس اهمها البرد. تيجي انت بعد كده تروح مدخل، احنا قلنا البرد محرض مناخي بايخ، محرض مناخي سخيف، بيسبب لك فعلا نزله شعبيه حاده. طب ولما اجيب بقى ادخل كمان محرض او مهيج مناخي تاني زي التدخين، ياه ده انا كده بهدلت الشعب، وبالذات لو كنت او كنت يا سيدتي الفاضله بتدخني لاول مره في سنك الذي تجاوز الـ40، هنا الجهاز المناعي ما بيقدرش يجهز نفسه لاسباب ما فيش داعي الخوض فيها دلوقتي. لكن انا بنصح اخواننا اللي بيدخنوا اولا يقلعوا على التدخين، ومفيش داعي النهارده اتكلم عنهم لانهم بيتضايقوا مني بعد الحلقه، لكن انصحك حضرتك في اول شهر سبتمبر من كل عام تروح حضرتك تاخد الفاكسين بتاع الانفلونزا. ايه فايدته؟ وليه بقول لك تاخده في اول سبتمبر؟ طب ما لحقتوش في اول سبتمبر، الحقوا في اكتوبر. ما لحقتوش في اكتوبر، الحقوا في نوفمبر. ليه بقى؟ كل ما ناخده بدري في الخريف هيجهز اجسام مضاده ضد فيروس انفلونزا. هتقول لي الله، طب هو يعني هو ضد كم نوع من انواع الفيروس الانفلونزا؟ احنا عندنا اكثر من 300 سترينز او نوع لفيروس الانفلونزا. هم بيعملوا ايه؟ بيعملوا دراسه على اشهر او اهم او الفيروس الانفلونزا المنتشر في البيئه، وياخدوا منه اكتر ثلاثه منتشرين، ويقدموا يعملوا فاكسين ضد الثلاثه دول. طب افرض انا اصبت بفيروس تاني غير الثلاثه دول، ما انت ما تنساش ان انت خدته في الخريف، تكونت اجسام مضاده في الشتاء، فتقدر الاجسام المضاده دي تقلل من غزو الفيروس اللي مش موجود في الثلاثه دول، ودي الحكمه من هذا الفاكسين. ولذلك كان في ام بتسالني، طيب الفاكسين ده ممكن ياخده الطفل؟ ممكن ياخده من 6 شهور. طب ياخد قد ايه يا دكتور؟ هل ياخد المصل كله اللي بنديك الفاكسين كله اللي بنديه الكبير؟ لا، ياخد نصه، ما نزودش عن نصه لغاية 6 شهور. بعد 6 شهور ممكن ياخد مصل فاكسين كامل. طيب النزلة الشعبية الحادة ايه اعراضها؟ انا قلت من شوية اعراضها الملفتة جدا واللي تاخد بالك منها، الحرارة الشديدة، الهذيان، الخثيان، حضرتك تلقى جسمك مكسر مش قادر تقوم، ده نتيجة السخونة العالية، كحة شديدة، ممكن في البداية تكون كحة ناشفة،
سعال جاف، بعد كده مع الوقت يبقى سعال منتج. منتج ايه بقى؟ منتج بلغم. البلغم ده قد يكون لونه ابيض في حالة عدم وجود عدوى بكتيرية، ممكن يكون لونه اصفر او اخضر او رمادي او اسود او مدمم حسب نوع الميكروب اللي موجود في النزلة الشعبية الحادة. انا برضو انصح الامهات اللي عندهم اطفال صغيرين، يا ريت لما ابنك يكون سخن لاي سبب، كحة، اسهال، اي سبب، ما تديلوش مضاد حيوي لغاية ما يعدوا 72 ساعة. ليه؟ لان ال 72 ساعة دول لو هو مصاب بفيروس انفلونزا، لو سبب الاعراض اللي موجودة فيروس انفلونزا، الاعراض دي هتنتهي بعد 72 ساعة. طب نعمل ايه يا دكتور؟ ما الولد بيولع، توصل حرارته 40 41. انا معاكي، لا اديله مخفض حرارة. وطبعا مخفض الحرارة انا هنطق الاسم العلمي مش التجاري، الباراسيتامول. طبعا هو اسماء تجارية كتير في السوق. الباراسيتامول كمخفض حرارة ومسكن اسلم حاجة ليك انت كمريض، اسلم حاجة للبيبي، حتى الست الحامل او اللي بترضع. بارا، يا ريت تكتبوه، بارا سيتامول، خلاص ده الاسم العلمي اللي انا اقصده. طيب هتديله مخفض حرارة وبعد 72 ساعة ما خفش، نعمل ايه؟ هنا بقى الاميونيتي او المناعة بتاعت هذا الطفل او بتاعت حضرتك كمريض مش اي مقدرها نتيجة اي سبب من اسباب ضعف المناعة. يحصل ايه بقى؟ يحصل تيجي البكتيريا بقى سوبر امبوز، تيجي البكتيريا تروح مأثرة على الكلام ده، مزودة، فيحصل ان السخونة تستمر، والبلغم بدل ما كان ابيض يبقى لونه اخضر او اصفر او رمادي او اسود او مدمم. على فكره اللون الاسود بيبقى دايما مع الفنجس، مع الفطر، التهاب الفطري بيدي اللون الاسود في البصاق. في الحاله دي افضل اعمل مزرعه وحساسيه. ليه للبصاق؟ ليه؟ لان انا بستغرب في روشتات كتيره جدا بتيجي من بعض الزملاء، ابص الاقي كاتب لبيبي صغير مضاد حيوي واثنين وثلاثة. والأدهى من كده هي حاجة فعلا تبكي، انه يتكتب مضاد حيوي نفس الاسم العلمي بس اسم تجاري مختلف ثلاثة. انا شفت الروشتات دي على فكرة. فليه يا رجاء؟ المضادات الحيوية معروف تأثيرها على الجهاز المناعي. المضادات الحيوية من اهم الاسباب الرئيسية التي تسبب خلل في الجهاز المناعي. احنا مش محتاجين ده بالذات للطفل اللي او المريض اللي عنده استعداد للحساسيه. من هو المريض اللي عنده استعداد للحساسيه؟ في بساطه شديده هو المريض اللي عنده فاميلي هيستوري او تاريخ عائلي، بحيث يكون الجين الوراثي بتاع الخلل في الجهاز المناعي موجود. فالجين الوراثي بتاع الحساسيه هيبقى موجود في طفلك لغاية ما يتعرض لحاجات تضعف الجهاز المناعي وتزود من الخلل. أهمها المضادات الحيوية العمالة على بطال. مش معنى إن ابنك يسخن لازم ياخد مضاد حيوي، مين قال كده؟ ده المضاد الحيوي هيضعف الجهاز المناعي، هيعمل خلل في الجهاز المناعي، ابنك هيبقى ما عندوش حاجة تحميه من أي ميكروب تاني بعد كده، زي قرينه اللي ما بياخدش مضادات حيوية، اللي أم واخدة بالها منه ومش بتوديه لأي دكتور، أقول إيه بس، مش متخصص، ويكتب مضادات حيوية عمالة على بطال، ويكتب سبحان الله مضاد حيوي حقن. أنا شفتها في مدينة الأقصر، طفل عنده سنة ونص ياخد مضاد حيوي 1000 ملي يعني جرام كل يوم. فالكبير مش مديه جرام كل يوم. فلذلك لما انا استغربت في الحاله دي وقلت لها يا بنتي او يا ستي
ده ما ياخدش دي، ده هياخد ربع دي. فضحكت فقلت لها وانا قلت نكته عشان تضحكي؟ قلت له والله يا دكتور الدكتور كان بيديني من الحقنه دي اللي حضرتك كاتبها حقنه جرام كل يوم، ست حقن على بعض. طبعا شيء غريب. فانا راسه من الكلام ده كله ايه؟ انبه الام، انبه المريض كثره استخدام المضادات الحيويه في منتهى الخطوره. زي برضو ما بقولنا قبل كده في حلقه سابقه كثره استخدام الفيتامينز بالذات فيتامين بي كومبلكس من الامراض الخطيره، من قصدي الاسباب الخطيره. تخيل في ايه؟ بيعمل سرطان في الكبد. يمكن محدش يتخيل دي. في ابحاث دلوقتي اثبتت ان اللي بيتعاطوا فيتامينز او فيتامينات ومعادن عمال على بطال ممكن يجي لهم حاجات خطيره زي الكانسر في الليفر، سرطان الكبد. طيب عالجت النزله الشعبيه الحاده؟ بالمناسبه مريض النزله الشعبيه الحاده لازم يقعد في السرير، لازم يريح، لازم يبعد عن المكيف او يبعد عن المروحه، لازم يبعد عن الرغي في الموبايل، يبعد عن المجهود، لان اي مجهود هيخلي يزود معدل التنفس بدل ما هو 16 او 20 نفس في الدقيقه ممكن يوصل الى 30 نفس في الدقيقه. فده مهيج، البرد الساقع مهيج. فالمفروض يرتاح في السرير. ولما يقول لك عايز يا دكتور شهاده طبيه تقول ان انا فعلا عايز ارتاح في السرير، اديله ما تاخدش عليها اجر، لان دي بتكمل العلاج بتاعك. شهاده طبيه من حضرتك تديها للمريض كمتمم للعمليه اللي انت بتعملها، الشفاء، عمليه الشفاء. نيجي بعد كده نخش، طيب المريض ارتاح وخد العلاج المظبوط، وانت حسيت بعد شويه ان العلاج المضاد الحيوي اللي انت وصفته من نفسك لغايه ما تطلع المزرعه مش كفايه، لا المزرعه قالت ان غير المضاد الحيوي اللي حضرتك اجتهدته وكتبته، مش عيب ابدا، اديله المضاد الحيوي اللي طالع في المزرعه والحساسيه وكمل معاه الكورس كاملا علشان ما تحصلش نكسه، عشان الميكروب نديله على دماغه وننهيه تماما، ما نخشش في نكسه تانية وثالثه ورابعه ونخش في النزله الشعبيه المزمنه. انا اتكلمت قبل كده عن السده الرئويه في عجاله. السده الرئويه من اهم اسبابها. السده الرئويه معناها ايه؟ معناها صدري مسدود، رئتين بتوعي مش قادر اخد نفس. اهم اسباب السده الرئويه نمره واحد النزلات الشعبيه المزمنه. مريض السده الرئويه ومريض النزله الشعبيه المزمنه كل ما يتعرض يا عيني لشويه برد يخش في ايه بقى؟ اكيوت اكزيربيشن، يخش في نزله شعبيه شبه حاده. ولما تيجي تعالجها في الحاله دي مش هتعالج بنفس الكفاءة أو بنفس الدرجة اللي أنت بتعالج بيها نزلة شعبية حادة بتيجي لأول مرة. هتعالجها بس مش 100%. هتجد العيان بعد شوية أول ما يتعرض لبرد، أي ما يتعرض لمخالطة لمريض عنده ميكروب، فيروس انفلونزا ولا فيروس ولا بكتيريا ولا، يجيله مشكلة. لو هو بيشتغل في مصنع وفي تعرضات للغازات المهيجه، ايه بقى الغازات المهيجه؟ اشهرها ثاني اكسيد الكبريت، الامونيا، الكلور. يعني برضو بمناسبه الكلور انصح سيدتي ربه البيت لما تيجي تتعامل مع الكلور اذا كنت عندك نزله شعبيه مزمنه او عندك حساسيه او عندك ربو شعبي من فضلك خلي يتعامل مع الكلور سواء كان في التنظيف او في الغساله حد غيرك، لان الكلور مهيج جدا للربو الشعبي او للحساسيه.
كلور مهيج جدا للنزله الشعبيه المزمنه. بيحصل ايه بعد كده لما بتتعرض لغازات مهيجه؟ بيحصل ان حضرتك بتخش، اذا كان دي عندك انت بتعاني من حساسيه شديده، تيجي لك ازمه برونكيال، ازمه، تيجي لك ازمه رب. عارف يعني ايه ازمه رب؟ يعني مش قادر تاخد نفس، واذا خدته ما تقدرش تطلعه. طبعا لما بتطلعه بمعاناه، لان الشعب والشعيبات شبه مقفوله. تحس يبقى العين عيني هيموت، وبيقول لك الحقني انا هبموت. اه طبعا هو عنده احساس انه هيموت. ليه؟ لانه بيحارب عشان يعيش. ممكن يزعق، ممكن يقول لكم ما عندكوش رحمه، شوفوني دكتور، ودوني عند الدكتور. ويجي عند الدكتور يقول لك اسعفني يا دكتور، في حقنه ادهاني الدكتور الفلاني ريحتني خالص. اه والله هي تريحك فعلا، بس للاسف ليها مضاعفات. الحقنه دي هو عباره عن نوع من انواع الكورتيزون سريع التاثير. اول ما يحطها في الوريد، يا ايه السحر ده؟ الشعب تتفتح والمريض يبتدي ياخد نفسه، يبقى عايز يبوس ايدك. اه بس بعد ما يبوس ايدك، بوس انت ايده واطلب منه انه يتعامل مع الكورتيزون اللي خده دلوقتي بطريقه علميه. يعني ايه طريقه علميه؟ يعني الكورتيزون ده احنا على فكره بنسميه هرمون الحياه. بتفرزه غده في جسمنا، فين مكانها؟ فوق الكلى، اسمها الغده الكظريه. هذه الغده بتفرز هرمون الكورتيزون، لانه من غيره ما نقدرش نقوم من السرير، من غيره ما نقدرش نتحرك. كويس قوي، انت اديته حقنه كورتيزون، شكرا، انت انقذت حياته، بالذات لو كانت شفايفه مزرقه. شفايفه مزرقه يعني دخل في مرحله ما قبل الفشل الرئوي. يبقى انت كتر خيرك ايها الطبيب انك انت اديته الحقنه دي، بس ما تسيبوش يروح. لا، قول له خد، اكتب له اعراس او شراب، واعمل له جرادوال وزرول، انسحاب تدريجي للكورتيزون. ليه؟ زي ما قلت من شويه صغيره ان الكورتيزون بتفرزه الغده الكظريه. كويس قوي. طب لما ادي كورتيزون وبس واقول له مع السلامه، انت خفيت دلوقتي وبقيت زي الفل، طب ما الغده دي هيحصل فيها خلل، لانك انت اديت كميه كورتيزون في الدم، فالغده بقى الفيدباك بتاعها لما يكون الكورتيزون عالي في الدم تبتدي تكسل، تبتدي تقف. لا، ده انا ادي بعد كده جرعات اسحبها شويه شويه، اقللها شويه شويه، بحيث ان الغده تبتدي تتفاعل مره ثانيه وتبتدي تسترجع وظيفتها الكامله 100%. ولذلك في بعض امراض بتكون في الغده دي بيكون سببها ان الكورتيزون ما بيطلعش، الانسان ما بيقدرش يقوم، تجد ضغطه 60 على 40، ما يقدرش يتحرك، وحاجات كتير جدا ما يقدرش يعملها. فليا رجاء ايها الطبيب، وبعدين خد بالك في عيانين يقول لك هتكتب لي كورتيزون يا دكتور؟ اه هكتب لك كورتيزون. انت محتاج كورتيزون. العيب مش في الكورتيزون يا جماعه. امال العيب فين يا دكتور؟ اه هقول لك العيب فين. العيب في من يصف الكورتيزون وما يعرفش يقول للعيان خد بالك ده كورتيزون، وممكن يديني غير اقول له. لا، قول للعيان انت محتاج كورتيزون، بس لو سمحت استعمله بالطريقه دي. يعني على سبيل المثال لما بيجي طفل صغير عشان عنده ازمه رب، بنقول للام ياخد معلقه من الدواء الفلاني، الدواء الفلاني ده اللي هو فيه مشتق كورتيزون، ياخد معلقه 3 مرات لمده 7 ايام، بعدين معلقه 3 مرات تانيه لمده، معلقه مرتين لمده 7 ايام تانيين، يبقى قللنا ايه؟ قللنا جرعه، وبعدين معلقه مره واحده لمده 14 يوم. كورس الكورتيزون اذا كنا نحب نديه ويستفيد بيه الجسم ما يكونش له امباكت او اثر سيء على الغده الكظريه، نعمله بالطريقه دي 30 يوم. ببص في الشتات قالها معلقه 3 مرات لمده 3 ايام، معلقه مرتين لمده 3 ايام، معلقه مره لمده 3 ايام. 9 ايام دول مش كفايه. فاذا اردت ان تصرف الكورتيزون
اوصفه بطريقة علمية سليمة. واقرا حضرتك آخر الأبحاث في كيفية استخدام الكورتيزون في حالات الحساسية وحالات الربو الشعبي. طيب نيجي نخش النزلة الشعبية المزمنة. لما نيجي نشخصها يا ترى هل دي، والعيان جاي طبعا مش قادر ياخد نفسه، بيبقى الدكتور محتار، هل دي أزمة ربو ولا أزمة نزلة شعبية مزمنة؟ عارف الحل ايه؟ طبعا بعد ما تستخدم السماعة وتبص لشفايف العيان وتبص وتفحص قلبه والكلام ده كله، تعمل حاجة مهمة جدا، بتعمل وظائف رئة. جهاز اسمه سبايروميتر، جهاز قياس وظائف التنفس، لازم يكون في عيادة اختصاصي الصدر. متخصص الصدر ده لازم يكون الجهاز عنده، زي بالظبط زميلنا متخصص القلب لازم يكون عنده جهاز رسم القلب بأضعف الإيمان. فمتخصص الصدر أضعف الإيمان برضو يكون عنده جهاز قياس وظائف الرئة أو جهاز قياس وظائف التنفس. ليه؟ لأن بوظائف التنفس بنقدر نعرف الدنيا فيها إيه. هل دي فعلا أزمة ربو ولا لأ؟ هل دي فعلا بداية سدة رئوية نتيجة نزلة شعبية، نتيجة انفيزيما، نتيجة تليف رئوي، نتيجة أي حاجة؟ وفي حالة الربو الشعبي أو الحساسية، لو إحنا فعلا تأكدنا إن دي حساسية، ممكن ندي حاجة كده بسرعة توسع الشعب ونقيس وظائف الرئة تاني اللي هي بقت كويسة. دي بتأكد لنا. ليه بقى؟ لأن خط العلاج اللي أنا هوصفه لمريض أزمة الربو نتيجة الحساسية غير خط العلاجي اللي هديه لمريض النزلة الشعبية، النزلة الشعبية المزمنة أو التليف أو الإنفيزيما أو الكلام ده كله. باقي نقطة صغيرة أحب أقولها، إحنا داخلين على برد، داخلين على جو فعلا ممكن يتعبنا، بالذات لو كان عندنا أولادنا عندهم حساسية وإحنا عندنا حساسية. فليه يا رجاء خد طبعا الفاكسين بتاع الأنفلونزا، وزي ما قلت قبل كده لو أنت حضرتك أكتر من 60 سنة خد مصل نيموكوكا الفاكسين اللي هو مصل ضد بكتيريا خطيرة جدا اسمها النيموكوكاي. لما بتيجي في السن الكبير في خلال سواد الليل يصحى الصبح تصحيه، اصحى يا فلان، تلاقيه انتهى، دخل في التهاب رئوي ضياع. يبقى لازم المسن، الرجل المسن او البيبي الصغير، ناخد بالنا ان دول اكستريمز اوف ايج اللي احنا بنخاف عليهم قوي علشان المناعه. سن الصغير المناعه لم تكتمل، في السن الكبير المناعه بيحصل فيها ضعف شديد او خلل. يا ريت بمناسبه المناعه رضعي طفلك سنتين كاملتين زي ما ربنا سبحانه وتعالى امر في كتابه العزيز، حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. اعزائي المشاهدين اشكركم، والى لقاء قريب الاسبوع الجاي في نفس اليوم والساعه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.